هو في قلب الرجل الأعظم وبه ثغر الكون تباسم حين أتى أشرقت الدنيا صلى الله عليه وسلم هو يا كل الناس حياة يبني يعطي يعطف يرحم ذاك محمد خير رسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هو في قلب الرجل الأعظم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أيها الأحباب في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة السيرة النبوية الفرنسية التي نستعرض فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وإنجازه وآثاره في العالمين من خلال ما كتبه المستشرقون والمؤرخون والباحثون الفرنسيون ممن غلب عليهم الإنصاف. وكنا قد وصلنا في الحلقة الماضية إلى غزوة أحد وما جرته هزيمتها من الآثار على الدولة الإسلامية، وذكرنا بأن يعني من آثار الهزيمة هو ما فعلته من تجريء القبائل على الدولة الإسلامية، وكان من هؤلاء بنو النضير وهم حي من أحياء اليهود الذين حاولوا اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن النبي أجلاهم عن المدينة. فسعى هؤلاء، طبعا هم أغلبهم انتقل إلى خيبر، وسعى هؤلاء إلى جمع حلف، يعني تحالف دولي بمصطلح هذه الأيام، إلى جمع تحالف من قبائل العرب للقضاء المبرم على الدولة الإسلامية وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. فخرجوا إلى مكة وذهبوا إلى زعماء غطفان، وتكون أكبر حلف في ذلك الوقت من 10,000 مقاتل وقصدوا إلى المدينة. وطبعا في ذلك الوقت لم يكن أهل المدينة كلهم بمن فيهم النساء والصبيان يبلغون 10,000، ولذلك كانت محنة خطيرة وأكبر تهديد واجه الدولة الإسلامية، لأنه تهديد بالاجتياح والفناء. ثم حصل ما تعرفون من اقتراح سيدنا سلمان الفارسي حفر الخندق، وكانت هذه وسيلة حربية فارسية. إذا القوم أصحاب القرية أو المدينة هاجمهم جيش لا يستطيعون صده أن يخندقوا حول أنفسهم، وكانت أياما شديدة عصيبة اجتمع فيها الجوع والبرد والخوف على المسلمين، وهي اللحظة التي وصفها القرآن الكريم بقوله وهنالك بتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فماذا حصل؟ كيف قرأ هؤلاء الباحثون والمستشرقون هذه الغزوة؟ تعالوا لننظر. نبدأ من إيميل درمنجم الذي يسرد خبر هذا التحالف، فيقول: تحالفت قريش واليهود ومشركو الأعراب وتحزبوا على الإسلام واستعدوا للقضاء عليه، وحرض بنو النضير الذين هاجروا إلى خيبر الناس على النظام الجديد الذي يهدد فوضى بلاد العرب. فوضى بلاد العرب تشبه الآن خطر على السلم العالمي وخطر على النظام الدولي ودولة مارقة. فسبحان الله تظل نفس المعاني، بل أحيانا نفس الألفاظ تتردد بين أهل الباطل قديما وحديثا حتى يصدق فيهم قول الله تعالى أتواصوا به، يعني كأنهم أوصى بعضهم بعضا بهذه الكلمات. يواصل إيميل درمنجم يقول: وحرض بنو النضير الذين هاجروا إلى خيبر الناس على النظام الجديد الذي يهدد فوضى بلاد العرب، ووصفوا محمدا بالطاغية الذي يريد إخضاع جميع القبائل بالسيف، وأهرع أعراب تهامة ونجد إلى نصرة قريش، وكان للأحزاب في المدينة العيون من بني قريظة اليهود الذين تمنوا إبادة حلفائهم المسلمين جهرا تقريبا. طبعا كان بقي بنو قريظة في من أحياء اليهود في المدينة، وكان بينهم وبين النبي حلف، ويعني حاولوا أن يتماسكوا، لكن لما جاءهم حيي بن أخطب اليهودي
فحرض زعيمهم كعب بن أسد حتى حمله على نقض الصلح، فنقضوا الصلح مع المسلمين في أحرج وقت ممكن، في وقت الحرب التي تهدد باجتياح الدولة الإسلامية، وكان هذا أبشع غدر تعرضت له الدولة الإسلامية في تاريخها. يقول سفري في أجواء هذا الوقت وفي أجواء حفر الخندق: لم يكن محمد ليخلد إلى النوم وقد علم عن طريق عيونه بالتجهيزات الهائلة التي كانت تنظم ضده، وكانت استحالة مقاتلة كل هذه القوى البالغة التفوق من حيث العدد قد جعلته يميل إلى فكرة الاحتماء داخل أسوار المدينة. ولكن سلمان الفارسي الذي كان محل ثقة كبيرة نصحه بأن يحفر خندقا حول التحصينات ليصد هجمة الأعداء الأولى، فأقر النصيحة، وفي لحظة كانت كل المدينة تباشر عملها، فكان لا يسمع في أرجاء المدينة إلا ضجيج المطارق وأصوات العاملين. طبعا هنا تصحيح بسيط، أن المدينة في ذلك الوقت لم تكن لها أسوار، المدينة بين جبلين، وفي جنوبها توجد أطام اليهود الذين هم من بني قريظة، لكن شمالها مفتوح لم يكن مصورا. فيعني لم يكن العرب في ذلك الوقت يعرفون أسوار المدينة. الأسوار عرفت في الدول الأخرى أو في الحضارات الأخرى التي كانت الأسلحة فيها متفوقة. فهو فكرة الخندق هي فكرة الخندق أن يسد المدخل الشمالي للمدينة الذي يستطيع أن يدخل منه جيش المشركين. يعني باشرت المدينة عملها، وصار الجميع يعمل في حفر الخندق لأنهم كانوا يسابقون الزمن، وكان وصول جيش المشركين قبل اكتمال هذا الخندق يساوي اجتياح المدينة لأنه لم يكن لأحد بهم طاقة. فبالتالي يصف إيميل درمينغام هذا النشاط الوافر للمسلمين فيقول: ما كان محمد ليرضى بمقاتلة عدو كثير العدد في ميدان مكشوف مع إمكان اعتماد العدو على مساعدة اليهود والمنافقين له سرا، فجعل محمد المدينة في حالة دفاع، ووضع الأولاد والنساء في الأحياء المحصنة، وأشار عليه سلمان الفارسي بحفر خندق واسع حول المدينة لشل صولة المهاجمين، وحفر الخنادق مما لم تعرفه جزيرة العرب، فأثار حفر ذلك الخندق العظيم الحيرة والعجب. ولسرعان ما أدرك محمد بعبقريته العسكرية قيمة أمر يكون خير ما تدافع به مدينة مؤلفة من أحياء منفصل بعضها من بعض، وكان لابد من استعانة محمد بنفوذه الكبير في حمل المسلمين على الرضا بهذا الطراز الغريب من الحرب، وعلى صنع ما يرونه مزريا من الحفر ونقل التراب، فجعل من نفسه قدوة. طبعا مما ورد في كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط على بطنه الأحجار من شدة الجوع، وكان يبادر إلى ما يستعصي على المسلمين من الحجارة، لأنه طبعا الأرض كما تعرفون هناك أرض يغلب عليها الصخرية، فكانوا حين يحفرون الخندق فإنما يعني لا يحفرون في أرض رملية أو أرض طينية، بل كانوا يحفرون في أرض هي أقرب إلى الصخرية. لما جاء المشركون تفاجأوا بهذه الحيلة الجديدة التي لم يكن لهم بها سابق معرفة. يصف إيميل درمينغام هذا المشهد فيقول: تقدم أبو سفيان وجنوده فوقفوا حيارى مضطربين أمام الخندق وأمام وابل من نبال المسلمين، ثم عسكروا وحاصروا المسلمين، وظل الفريقان متقابلين نحو شهر. سافري الذي ترجم القرآن الكريم إلى الفرنسية يقول عن هذه اللحظات: كان قائد المؤمنين راسخا وسط صخب شعب مذعور يضرب له المثل الأعلى في الصبر والجلد، وكانت السكينة تضيء جبينه وهو يصدر أوامره في هدوء مدهش. وبعد أن أسلم زمام حكم المدينة إلى ابن أم مكتوم، خرج من المدينة على رأس 3000 مقاتل وزعهم بين المتاريس والخندق، وقرر الانقضاض على الأعداء لحظة محاولتهم عبور الخندق، واتخذ موقفا حصينا للدفاع، وبذلت الأحزاب عدة محاولات لاقتحام الخندق ولكنهم ردوا خاسرين. كانت الخطة لكي أيضا يستوعبها المشاهد هو أن حفر الخندق هذا يمنع اقتحام الجيش القرشي للمدينة،
ولكن خلف هذا الخندق يوجد جيش المسلمين الذي يحاول عرقلة أي محاولة لردم الخندق أو محاولة لعبوره، سواء ب يعني إلقاء مثلا تراب أو نصب جسور. فهذه كانت مهمة الجيش، فالمسألة كانت أكثر يعني تميل إلى المناوشة أكثر والحرب المحدودة أكثر من الاشتباك المباشر. فهذا المعنى يصفه أيضا إيميل ديرمينغام، فيقول: كان المسلمون يطوفون حول الخندق ليل نهار اجتنابا لمباغتتهم من إحدى النقاط، وكان العمل شاقا، وكان من المحتمل أن يصبح الموقف خطرا ما طال الحصار. وما عاهد بنو قريظة اليهود المشركين على المسلمين، فرأى محمد أن يلجأ إلى السياسة وأن يقضي على حلف المشركين بمفاوضته غطفان على انفراد، فعرض عليهم ثلث ثمار المدينة على أن يرجعوا عنه وعن أصحابه. بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه طول الوقت طبعا المدينة محاصرة الآن ويكاد ينفد فيها الطعام ويشملها الجوع والبرد والخوف من هذا الجيش العرمرم، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه أن يعطي ثلث ثمار المدينة، يعني كأنه يدفع تلت الدخل القومي للمدينة بمصطلح هذه الأيام إلى قبيلة غطفان على أن ترجع، يحاول أن يفكك الأحزاب. وكان غطفان كانت يعني القوة الضاربة في الجيش، كان العدد الأكبر منها هو يعني كان العدد الأكبر في الجيش من غطفان، ولكن الأنصار بقيادة سعد بن معاذ رفضوا هذا وقالوا: يا رسول الله، ما كانوا يجرؤون على أن يأخذوا من ثمار المدينة شيئا ونحن في الجاهلية، إلا بيعا أو قرى، يعني يشتروها أو نضيفهم، فبعد أن أعزنا الله بالإسلام يأخذون منها؟ والله لا يأخذون منها شيئا. فكان صمود الأنصار مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يطمئن إلى جبهته الداخلية، وهنا بقي الأمر على هذه المطاولة. وقع هنا نقض الحلف بين المسلمين وبين اليهود، وعرف المسلمون أن اليهود قد غدروا وأنهم سيواطئون المشركين على حرب المسلمين. وحدثت القصة المشهورة، قصة نعيم بن مسعود، الذي يعني يضعفها أهل الحديث ولكن يثبتها أهل السير. من هو كان رجلا أسلم في ذلك الوقت واستطاع أن يتسلل إلى النبي، وقال له النبي: خذل عنا. فذهب إلى غطفان وإلى قريش وذهب إلى اليهود وأدار بينهما المؤامرة التي فصلت بينهما وجعلت يعني شككت فيما بينهما من الثقة. ثم جاء النصر النهائي بأن أرسل الله تبارك وتعالى على المشركين ريحا شديدة قلعت خيامهم وكفأت قدورهم، فصاروا لا يستطيعون الإقامة في المعسكر خارج المدينة، ولا يستطيعون اقتحام المدينة لوجود الخندق ووجود هذه اليقظة الإسلامية. وبهذا نستطيع أن نقول انتهت غزوة الخندق على خير حال كان ينتظر أن تنتهي. يصف نصر الدين ديني هذه الحالة فيقول: حالهم كان يرثى لها، وكانوا يتحملون متاعب كثيرة، فقد هبت عليهم ريح باردة ثلجية كتلك التي يكثر هبوبها شتاء على تلك الوديان الصحراوية ذات الإشعاعات الشديدة، فأوشكت أجسامهم أن تتجمد بردا، وقطع الأعداء طرق المؤونة عليهم، فأصبح المؤمنون والجوع يعض فيهم ويوشك أن يشل قواهم لولا إيمانهم الذي كان يبعث فيهم الدفء والقوة، وكان غذاؤهم الوحيد حبات من الشعير المطبوخة في دهن الضأن الذي بدأ يفسد. في نهاية غزوة الخندق قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزونا. وهذه أيضا قاعدة في التاريخ وفي السياسة وفي طبائع الدول، فالدول إما تتمدد وإما تنكمش، لا توجد دول ثابتة، الدول إما في حالة تقدم وإما في حالة تأخر. والدولة التي تأمن من الاجتياح تكون في قد بدأت مرحلة الصعود وبدأت مرحلة التمدد. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما انتهت أخطر هذه المؤامرات ولم يستطع
هذا الجيش العرمرم أن يجتاح المدينة، فهنا انكسرت أقوى موجة عدائية للمسلمين، وتبدأ منذ ذلك الوقت الدولة الإسلامية في التوسع والتمدد. في هذا الإطار يقول إيميل درمينغام في كتابه حياة محمد بعد أن استعرض شأن الخندق، يقول: وهكذا ختم أمر الخندق، وإن شئت فقل غزوة الأحزاب، بغير قتال وبغير ضحايا تقريبا. قتل فيها 3 من المشركين و6 من المسلمين، مع ما كانت تهدد به الإسلام بالفناء إلى الأبد. قال النبي بعد انصراف الأحزاب: الآن نغزوهم ولا يغزونا. وهكذا انقلب أمر الخندق من التهديد بالفناء إلى التبشير بالتوسع والتمدد. فماذا وكيف يكون توسع المسلمين القادم؟ هذا ما نراه إن شاء الله في الحلقة القادمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب اجمعني بحبيبك، يا رب اجمعني بحبيبك، يا رب اجمعني بحبيبك صلى الله عليه وسلم.